طبعا لو احنا يعني الحقن والادويه بقى اللي احنا بناخدها بالفم او بندي الاسترتشات وبنعمل التلج واحيانا بنلبس حاجات للشوكه ديت بنسميها احنا هيل كاشن او حاجه في الكعب، دي العمليه بتبقى عن طريق فتح صغير قوي وبنبدا نسلك نعمل اطاله للطبقه اللي هي المشدوده ديت اللي هي بتسبب الالم، وفي نفس الوقت بنشيل العظمه الزياده او الشوكه العظميه اللي موجوده وبنطلعها. وبشوف حضرتك دي اهم حاجه عندي، مش شيل العظمه، لان في بعض العمليات دلوقتي بنعملها ممكن ما تشيلش العظمه الزياده دي، لكن احنا نعمل اطاله للبلانتر فاشيا ديت او اللفافه اللي احنا بنقول عليها اللي بتبقى مشدوده وبتعمل الالم في الكعب. طبعا في حالات كتير قوي بقى بتتعالج بالارشادات، يعني مثلا واحد بيقف فترات طويله نقول له لا ما تقفش فترات طويله، واحد رياضته عنيفه بيجري مسافات طويله، في الحاله دي نقدر نقول له ان احنا لا ممكن تغير تلعب رياضه اخف، تلعب سباحه، تلعب اي رياضه من الرياضات اللي هي ما بتعملش حمل على الطبقه اللي هنا بنقول عليها البلانتر فاشيا او اللفافه الخمسيه. طيب انتوا لما بتدوا بقى حقنه والشوكه ستيل موجوده جوه، اولا الشوكه دي بتتكون ازاي او تيجي منين؟ بص ما اقول لحضرتك الطبقه دي قويه جدا، نسيج قوي قوي اللي هي الشوكه، لا الطبقه اللي هي البلانتر اللي هي بطن فاشيا الرجل. اللي هي اللفافه ديت بطن دي الرجل اللي بيحمل عليها البني ادم وهو واقف، وهي اللي بتشيل الانسجه اللي موجوده في بطن الادم. ايوه مع كل ما بتقصر بيعمل حاجه اسمها تراكشن او شد على المنشا بتاعها، لان هي بتبدا من عظمه الكعب وبتيجي لحد الايه الصوابع، كويس الخمس صوابع زي المروحه هي عامله كده من تحت بتوصل لحد الصوابع. في الحاله ديت كتر الشد ده يعمل حاجه اسمها اريتيشن او تنبيه، فيبدا يتكون عظم لوحده كده. سبحان في الله في اسباب كتير قوي واحيانا برضو بعض المقولات عندنا تقول ان هي من غير سبب، احيانا ما لهاش سبب، واحيانا المريض ما يشتكيش منها. يعني انا ممكن يجي لي مريض بيعمل اشعه على الانكل عادي مثلا، رجله التانيه او اتلوت او كان بيلعب، ولاقي عنده شوكه عظميه كبيره وما بيشتكيش منها خالص، ما بنقولوش حاجه انا عشان ما ندخلوش في قصه ان هو عنده الا اذا اشتكى. واحيانا يبقى واحد عنده شوكه صغيره قوي وتبقى عامله له الم جامد، ده عشان مش سبب المشكله الشوكه اللي موجوده، سبب المشكله القصر او الالتهاب اللي موجود في الفاشيه دي او اللفافه اللي هي في بطن الادم.